السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايين لكم فيديو جديد نقعدكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ باذن الله هنلف في الورديين. هنشوف الورديين ان شاء الله وشوارعها واتسمت ليه بالاسم ده، كمان الميادين واشهر الحاجات اللي فيها. وادي خريطة الورديين عشان اللي حابب يعرف مكانها فين بالظبط. تعتبر الورديين من المناطق الاثريه، وهنعرف ليه باذن الله. بس قبل ما نعرف، ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. اولا احنا هنا كده في الساعه الورديين، بنركب حاجه من المنشيه رايحه البيطاش او الهانوفيل، وننزل عند الساعه الورديين، وهندخل في الشارع بقى طبعا بتاع الساعه ده، وعلى قمته كده زي ما احنا شايفين حلواني، والشارع في وشه شركه استرياد وتصدير. الورديان من المناطق الأثرية علشان خاطر فيها مقبرتين اللي هي الورديان، وبيقولوا ان هي من حوالي 300 سنة قبل الميلاد، وبرضو بيقال ان المقابر اتنقلت لكوم الشقافة انقاذا للمقبرة. الورديان بقى بتكون في حي غرب الاسكندرية، وجنبها على طول نقدر نقول في ظهرها ميناء الاسكندرية، وهي من افضل المناطق الشعبية من حيث التقسيم الميداني لشوارعها زي ما احنا شايفين كده، متقسمة ومتخططة تخطيط فني مش اي حاجة. كمان برضو بيتوفر فيها جميع الخدمات، يعني كل شارع تلاقي فيه خدمات اللي احنا نحتاجها كلها، يعني مش شارع واحد مثلا، لا زي ما احنا شايفين كده ادي شارع الساعة مليان كل الخدمات، مطاعم، محلات ملابس وحاجات، مكتبة، محلات بقالة، محلات خردوات، كل الحاجات اللي الانسان بيحتاجها، خضار والفاكهة، كله متوفر في الشارع الواحد. وعشان كده هي من المناطق النموذجية في اسكندرية. ده غير ان المنطقة دي بقى مليانة عائلات بقى، وجو اجتماعي كده وترابط اسري وحاجات من اللي كلنا بنحبها. اما بقى بالنسبة لتسمية الورديان، ففي قصص بقى وحكاوي في الموضوع ده، هنقول اشهرهم. والتسمية كانت في زمن الحملة الفرنسية اللي كانت 1798، واللي خلصت 1801، واللي كانت بقيادة نابليون بونابرت. كان بيزرع حدائق وبساتين كده فاكهة وحاجات علشان يغزوا الجنود بقى، جنود الحملة يتغزوا يعني كده ما شاء الله. وكانت منطقة الحدائق اللي هم زرعينها زي علشان الجنود يتغزوا، كانت فيها مشاتل كتير على شكل صوبات زجاجية، صوبة زجاجية، والصوبة الزجاجية زي بالانجلش ورديان، ومن هنا جت التسمية. بعد كده هنتكلم على أهم ميادين الورديان وأهم الشوارع فيها. اهم شوارعها شارع المكس، شارع الامان، شارع المتراس، شارع القفال، وشارع الاسنان. باذن الله هنشوف مع بعض شارع القفال. عاوز اقول لكم كمان ان الورديان كانت احد مناطق اللاجئين اليهود المفضله في الحرب العالميه الاولى. كمان الورديان من الاماكن المهتمه بالتعليم، يعني من الاماكن اللي فيها نهضه وتعليم وتنوير. هتقولوا لي ليه بقى؟ علشان نبوية موسى رائدة تعليم الفتيات في مصر الحديثة كانت ناظرة لمدرسة معلمات الورديان بالاسكندرية. يعني نبوية موسى طبعا اللي احنا كلنا عارفينها كانت الناظرة بتاعة مدرسة الورديان بالاسكندرية. طبعا نبوية موسى من الناس المشهورة اللي احنا عرفناها ودرسناها في المدارس، واللي كانت اول مصرية قدرت تاخد شهادة البكالوريا. مش بس كده، لا كمان كانت كاتبة ومفكرة واديبة، وكمان هي احدى الرائدات التعليم والعمل الاجتماعي. وكمان كانت من طلاب الدكتورة سميرة موسى اللي هي كانت علامة الذرة المصرية. مش بس كده، نبوية موسى كمان كانت من رائدات العمل الوطني وتحرير المرأة والحركات بقى النسائية والحاجات دي كلها. كمان كانت اول ناظرة مصرية، يعني ناظرة مدرسة كانت اول واحدة مصرية. يبقى دخلنا في شارع الأقفال، واللي هو أشهر شارع هناك. شارع بقى مليان كل بقى زي السوق كده، أو زي الشارع العمومي اللي بيكون بقى مليان الملابس ومليان الحاجات المهمة اللي الناس بقى بتدور عليها كلها، بياعين مثلا المحلات اللي فيها فوانيس والخضار والفاكهة والماركتس والأحذية، وال
الكل بقى زي ما احنا شايفين كده مع بعض المحلات المبيعات. Thank you.